عقار كود مع المهندس أحمد الفقيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من عقار كود من إذاعة ألف ألف إف إم، البرنامج الذي يسعى إلى زيادة المعرفة العقارية لديكم أحبتنا المستمعين. هذه الحلقة سنتحدث عن موضوع مهم جدا، وهو الملكيات المشتركة في العقار. سيتحدث معي ومعكم ضيفنا الكبير المهندس ثامر الزهراني، مقيم زميل في التقييم العقاري وخبير في الشأن العقاري. بالبداية نسمع ماذا يحدث في السوق من صفقات وأخبار ونعود إليكم. صفقات العقار في أسبوع. صفقات هذا الأسبوع بالسوق العقاري السعودي جاءت كالتالي: إذ جاءت الأحياء الأكثر تداولا على مستوى المملكة خلال أسبوع، جاء حي الشرف العمرات بأبها الأكثر تداولا بعدد صفقات بلغ 81 صفقة وبمبلغ تجاوز 61 مليون ريال. مدينة الرياض أبرمت هذا الأسبوع 1105 صفقات بمبلغ إجمالي فاق 2,300,000,000 ريال، وجاء حي الخير بمدينة الرياض الأكثر تداولا بعدد صفقات وقدرها 74 صفقة وبمبلغ تجاوز 315,000,000 ريال. مدينة جدة لهذا الأسبوع كانت الأميز في الصفقات العقارية، إذ نفذت 7 صفقات عقارية ضخمة بمدينة جدة تجاوزت قيمتها 4,400,000,000 ريال، وجاءت هذه الصفقات في أحياء الخمرة والجوهرة ومدائن الفهد والوزيرية. بقية صفقات مدينة جدة أبرمت 688 صفقة بمبلغ فاق 804,000,000 ريال. وجاء حي الواحة بمدينة جدة الأكثر تداولا من حيث عدد الصفقات بعدد 76 صفقة وبمبلغ فاق 42,000,000 ريال. مكة المكرمة أبرمت هي الأخرى 192 صفقة وبمبلغ فاق 201,000,000 ريال. وجاء حي ولي العهد بمكة المكرمة الأكثر تداولا في عدد الصفقات بعدد 27 صفقة وبمبلغ تجاوز 21,000,000 ريال. المدينة المنورة أبرمت 190 صفقة بمبلغ تجاوز 152,000,000 ريال. وجاء حي حمراء الأسد بالمدينة المنورة الأكثر تداولا بتسعة عشر صفقة وبمبلغ تجاوز 10,000,000 ريال. مدينة الدمام أبرمت 268 صفقة وبمبلغ فاق 285,000,000 ريال. وجاء حي الشعلة بالدمام الأكثر تداولا بعدد 72 صفقة وبمبلغ فاق 119,000,000 ريال. وختاما مدينة الخبر أبرمت 119 صفقة وبمبلغ فاق 130,000,000 ريال. وجاء حي العزيزية بالخبر الأكثر تداولا بعدد 28 صفقة وبمبلغ فاق 30,000,000 ريال. الأخبار العقارية. أخبار السوق العقاري هذا الأسبوع نبدأها بهذا الخبر: 167 مليار ريال أصول 356 صندوقا استثماريا عقاريا في المملكة، وبه 526 ألف مشترك.
إذ بلغ عدد الصناديق الاستثمارية العقارية الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية 356 صندوقا عقاريا بحجم أصول تجاوز 167 مليار ريال وبعدد مشتركين 526 ألف مشترك. خبرنا الثاني، 84% من طلبات منح الأراضي غير منفذة، إذ فاقت طلبات منح الأراضي التي لم تنفذ حتى نهاية العام الماضي طلبات المنح المنفذة، حيث بلغ إجمالي طلبات المنح 38613 طلبا، منها 32363 طلبا لم تنفذ بنسبة بلغت 84% مقابل 6250 طلبا منفذا تمثل 16%. في وقت صدرت الرياض طلبات منح الأراضي غير المنفذة بنسبة 68%، واستحوذت جازان على النصيب الأكبر من طلبات المنح المنفذة بنسبة 25%. خبرنا التالي، إنفاذ تنظيم 1000 مزاد عقاري بمبيعات بلغت 15 مليار ريال خلال 3 أعوام، إذ أوضح سلطان الجريسي مدير إدارة التواصل المؤسسي في مركز الإسناد والتصفية إنفاذ أن المركز نظم 1000 مزاد عقاري بقيمة 15 مليار ريال خلال 3 أعوام الماضية. الخبر التالي، خارطة رقمية للعقارات في المملكة، إذ أعلنت الهيئة العامة للعقار نجاح تطبيق السجل العقاري بحي الفلاح في مدينة الرياض كأول المناطق المستفيدة من السجل العقاري، حيث جرى إصدار سجلات عقارية لأكثر من 63% من عقارات الحي. أحبتي الكرام، لا تذهبوا بعيدا، بعد الفاصل سنناقش الموضوع الذي يهمكم كثيرا عن الملكيات المشتركة. عقار كود مع المهندس أحمد الفقيه. أحبتي الكرام، عودة مرة أخرى لموضوع الملكيات المشتركة. ما هي الملكيات المشتركة؟ خلينا نعرف ببساطة، هي الملكية العامة في أي عقار يشغله ساكن سواء كان مالك أو مستأجر. جرت العادة أن الملاك فيما يخص وحدات التمليك سواء كانت شقق أو فلل هي الأكثر تداولا في السوق، ودائما هناك مشاكل تنظيمية وقانونية يتعامل معها الناس بكثير من الضبابية. اليوم لدينا خبير، المهندس ثامر، خبير في هذا الأمر، سيعطينا لمحة عن ما هي الملكية المشتركة أولا، وما هي القوانين الموجودة ثانيا المتوقع بإذن الله تطبيقها والتنظيمات اللازمة لذلك. حياك الله بشمهندس. الله يسلمك بشمهندس. السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا، ومسي عليكم وعلى المستمعين الكرام، ويشرفني ويسعدني يعني أن أشارك بهذه المعلومات المتعلقة بالملكيات المشتركة، واللي قد تكون يعني معلومة لفئة معينة ومجهولة بالنسبة لغالبية الفئات من المجتمع. فنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، يعني هذا النظام صدر يعني تعديلاته حديثا، لكن النظام موجود من السابق من عام 1423، وكان ذلك يختص بوزارة العمل حين ذاك يعني في ذلك الوقت. و بعد ما تم نقل جميع ما يتعلق فرز الوحدات العقارية إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، طبعا سابقا كانت وزارة الإسكان، فأنشئ برنامج اللي هو برنامج فرز الوحدات العقارية، وبرنامج ملاك الذي يعنى بإدارة ومتابعة جمعيات الملاك الموجودة في العقارات اللي مملوكة ملكية مشتركة. جميل، هذا يعني كمدخل بسيط، سرد تاريخي. لكن بالنسبة للموضوع الملكيات المشتركة فنأخذها من عدة جوانب. ثقافة المجتمع السعودي تغيرت بشكل ملحوظ وسريع في الأوان الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالقطاع العقاري. ف
ففي السابق على سبيل المثال لو جيت أنت تقول عند أي شخص متى بتشتري بيت، فكان بالنسبة للشخص سواء كان مقبل على زواج أو يعني يبحث عن مسكن، فكان بالنسبة له مفهوم البيت أو مفهوم العقار اللي بيشتريه هو إما أن يكون فيلا أو يكون عمارة أو يكون شيء مستقل. موضوع الملكيات المشتركة لم يكن إلا في مدن يعني محددة مثل جدة، طبعا مثل جدة مكة المنطقة الغربية بشكل عام. نعم. فبدأ موضوع يعني موضوع الوحدات العقارية المشتركة أنه الآن يعني أصبح يعني في السابق كان يعني مفهوم شراء العقار أنك تمتلك عقار، أنك تمتلك وحدة مستقلة فيلا بسورها بملحقها وخلافه. نعم. اليوم لما تقول لواحد شريت لك بيت قال لي والله شريت لي مثلا شقة، خلاص تغيرت الثقافة إنه الحاجة أصبحت على قدر يعني الشيء المستطاع. ليش نقول إحنا جدة أو الشرقية كانت سباقة في هذا المجال؟ وجود الأبراج الموجودة على المطلة على البحر، فكانت الإطلالة يعني لها قيمة إضافية للعقار. ولكن اليوم لما يكون عندي مثلا 40 مالك 50 مالك حتى أوفر لهم هذه الميزة في عقار واحد، فما كان موجود الحل إلا الملكية المشتركة، الملكية المشتركة وإنشاء برج أو وخلافه. هذا أدى إلى نمط جديد في الحياة، ثقافة المجتمع تغيرت. اليوم الملكيات المشتركة لها بعد ثقافي ديني اجتماعي ما حد يعني مناظر. من أحد الأشياء ومن أحد الأسباب المهمة جدا في الملكيات المشتركة أو في العقارات المملوكة ملكية مشتركة الألفة مع الملاك والجيرة. اليوم أنت لما تكون ساكن في عقار مستقل بأسوار ومبانيه ما حد داري عنك، صحيح، لكن اليوم جارك اللي أنت وياه يعني الملكية المشتركة، أنت الجدار الفاصل بينك وبين جارك هو له النص وأنت لك النص، صحيح، في الفلل الدبل. فهذا بعد يعني ما ننكر يعني المجهود الذي قامت به الهيئة العامة للعقار من خلال برامج التنظيم العقاري، هو برنامج فرز الوحدات العقارية، برنامج ملاك، الهيئة العامة للعقار، في دعم وتمكين هذه الجمعيات وإنشائها بالشكل اللي يضمن حوكمة هذا القطاع وهذا النشاط. طيب باشمهندس، يعني عشان أهم شيء عندي للناس دائما بتسأل، طيب احنا اليوم اشترينا عقار مشترك سواء كان فيلا أو شقة أو ضمن مجمع سكني، واجهنا مشاكل، هذا يبغى يدفع، هذا ما يبغى يدفع، هذا في نظام لكنه غير مفعل عمليا، الناس بتشتكي، طيب فين نروح، فين نجي، نعم في اتحاد ملاك، في ودي تدينا الصورة كاملة، ايش اللي بيصير الآن وايش المتوقع مستقبلا بحكم خبرتك الكبيرة اللي أنا أعرفها في هذا المجال. في البداية يعني في بعض المعلومات التي تحتاج إلى تصحيح لدى المجتمع. موضوع جمعيات الملاك أو الملكيات المشتركة هي ليست محصورة فقط على المباني، بل قد تمتد إلى الأحياء. جميل. يعني اليوم الأشياء المهمة جدا، يعني أنا كان بودي أن احنا نستعرض التسلسل التاريخي، يعني التسلسل التاريخي حتى الاختصاص اليوم، اختصاص فرز الوحدات العقارية سواء كانت فلل أو فلل دوبلكس أو شقق أو يعني تخضع أو ترجع لمين، من الجهة المختصة. الجهة المختصة هي برنامج فرز الوحدات العقارية التابع للهيئة العامة للعقار. ملاك. في السابق كان الموضوع يعني الجهة المختصة فيه هي أمانات المدن. نعم. أو البلديات. اليوم من عام حتى أعطيك التاريخ بالضبط، يعني كان في تعميم الوزاري في عام 1438 نقل، يعني في 24/5/1438 نقل جميع ما يتعلق بفرز الوحدات العقارية إلى وزارة الإسكان. جميل. من خلال برنامج فرز الوحدات العقارية. اليوم اللي بيشتري عقار في ملكية مشتركة لدينا حاجة أو أمرين مهمين جدا، اللي هو ما هو الشرط الاختياري والشرط الإلزامي. إذا وجد عقار بلغ في عدد الملاك 3 ملاك فأكثر،
هنا دخلنا في الشرط الإلزامي. إلزاما لازم يكون جمعية اتحاد ملاك، يجب عليهم أن يؤسسوا جمعية اتحاد ملاك. جميل. لذلك نجد أنه كثير من الناس أنه أو اللي اشتروا عقارات اشتروا هذه العقارات وما يعني قاموا بإنشاء جمعية الملاك. ليش؟ لأنه الثقافة عند الواحد أنه لما يجي يبغى يشتري عقار ما يعني يعرف حقوقه وواجباته والتزاماته تجاه هذا العقار وتجاه هذه الملكية. من الأشياء المهمة جدا أنه يلزم المطور بالإفصاح، والإفصاح هذا فيه نموذج لهذا الإفصاح موجود على موقع برنامج ملاك. الإفصاح عن ماذا؟ يشتمل على عدة أشياء حسب النظام، ولو تبغى نصور هذا مطور الوحدة فقط. نعم، مطور الوحدة ملزم أنه يقوم بعملية الإفصاح عن هذا العقار الذي سيقوم ببيعه، والنموذج الإفصاح فيه اشتمل على عدة أشياء، وحتى من الأشياء المهمة جدا أنه لازم يفصح عنها، لازم يفصح عن بيانات الوحدة ما تحتويه من يعني حقوق وواجبات على هذه الوحدة. إضافة إلى ذلك يعني من الأشياء المهمة جدا أنه لابد أن يكون هذا البيان أو نموذج الإفصاح مرفق مع نسخة من النظام الأساسي لجمعية الملاك، نسخة من قرارات الجمعية إذا كان العقار يعني ملكيته حتنتقل إلى مالك آخر بعد عقد عدة اجتماعات للجمعية العمومية، عقود الرهن الخاصة بالوحدة أو العقار ككل أو بالمجمع العقاري إن وجدت حقوق أو عقود الانتفاع بما فيها عقود الإيجار الخاصة بالوحدة أو بالعقار المشترك أو بالمجمع العقاري. وأيضا هناك إقرار لابد أن يكون موقع من الطرفين، من المطور ومن الذي يرغب بالشراء، وهذا نسميه إحنا نموذج الإفصاح. وإذا لم يقدم نموذج الإفصاح هذا فيحق لمالك الوحدة في حين اكتشاف المخالفة أو الخطأ هذا أنه يحق له فسخ عقد البيع لهذه الوحدة. طيب جميل. طيب باشمهندس، إحنا طبعا شوف أنا اسمح لي انا هلبس قبعه الناس البسيطين اللي ما لهم في الافصاح وما يفصح. نعم. الناس بتقول لك احنا اشترينا ودخلنا في مشاكل واتحاد ملاك وجمعيه ملاك الى اخره، كل هذا بعد الفاصل بنناقشه، خصوصا ان عندنا خبر مهم جدا جدا وهو دخول صندوق الاستثمارات العامه وانشاء شركه خاصه باداره المرافق، وهي تعتبر جزء من الملاك والملكيات المشتركة، حنتكلم فيها إن شاء الله بعد الفاصل. عقار كود مع المهندس أحمد الفقيه. أحبتي الكرام، وضمن في حزمة المعلومات التوعوية التي يقدمها برنامج عقار كود، يطيب لنا أن نسأل أخونا سهيل في معلومة تمويلية جديدة لكم عن نسب الفائدة والريبو والريبو العكسي. حياك الله أخونا سهيل. يا مرحبا ومسهلا، حياك الله مهندس أحمد، ومسي عليك وعلى ضيوفك الكرام وأيضا على السادة المستمعين في كل مكان. طبعا كثير منا لما يكون في ارتفاع لنسبة الفائدة من قبل البنوك المركزية، وعادة البنك المركزي لما يقول انه في ارتفاع او وصل الى هو مؤشر إعادة الشراء والريبو الى النسبة المعينة، كثير من الاشخاص يفكر ان هذه النسبة هي ما يتم التمويل عليها من الجهات التمويلية. احنا لازم نعرف انه التشديد في السياسة النقدية اللي حاصل الان وارتفاع في نسبة الفائدة من البنوك المركزية هي تعتبر علاقة بين البنوك المركزية والبنوك التجارية. طيب، هناك عندنا مصطلحين، الريبو العكسي والريبو، الريبو اللي هو اتفاقية إعادة الشراء وأيضا الريبو العكسي. طيب هنا طبعا البنوك المركزية مثلا تقول والله أنه ارتفع سعر إعادة الشراء والريبو إلى المعدل الفلاني والريبو العكسي إلى المعدل الفلاني. طيب احنا متى نستخدم الريبو العكسي، متى يستخدم الريبو؟ هل هي للمقترضين أم للبنوك، ما بين العلاقة ما بين البنك المركزي والبنوك التجارية؟
بالأساس هي تعتبر بين البنوك المركزية والبنوك التجارية. في حال مثلا كان هناك ارتفاع في سعر الفائدة يحصل اللي هو الريبو العكسي، زي الآن عندنا نشوف أنه في ارتفاعات في سعر الفائدة للسيطرة على هذا التضخم، هنا البنوك المركزية تقوم بإيداع أموالها لدى مين؟ لدى البنك المركزي، لأنه البنك المركزي بعد فترة من الزمن سوف يعيد هذه المبالغ بربح أعلى. وفي هذه الحالة تسمى اللي هو ما يسمى في التشديد في السياسة النقدية لتجفيف الأموال من السوق. البنوك التجارية لما تودع أموالها لدى البنك المركزي هذا يعتبر سحب السيولة من الأسواق وتجفيف الأموال من السوق حتى يتم السيطرة على هذا التضخم. فهذه هي ما تسمى بإعادة الشراء العكسي أو الريبو العكسي. طيب هذا تستخدم الريبو العكسي في حال تم ارتفاع سعر الفائدة. طيب متى يتم استخدام الريبو؟ الريبو هو يعتبر في حال تم إيداع أو إقراض البنوك التجارية من البنك المركزي، هذا يسمى الريبو. اليوم أنا يا البنوك التجارية أنا البنك المركزي يعني بعطيك مبلغ أو بمولك راح يكون بالنسبة اللي هي نسبة الريبو، فأنا لما أعطيك الجهات التمويلية هذا يعتبر الريبو اللي هي اتفاقية إعادة الشراء. طيب هنا متى تستخدم؟ في حال انخفاض سعر الفائدة، ارتفاع سعر الفائدة نستخدم الريبو العكسي اللي هي البنوك التجارية تودع أموالها لدى البنك المركزي. الريبو أو إعادة الشراء في حال انخفاض سعر الفائدة، البنك المركزي يقوم بإعادة الأموال إلى البنوك التجارية. طيب في حال أنه انخفضت سعر الفائدة والبنوك المركزية أعادت الأموال إلى البنوك التجارية، إيش اللي يحصل؟ البنوك التجارية هنا تبدأ بضخ هذه الأموال في السوق لمين؟ للأفراد، للشركات، للمقترضين، ممتاز، عشان تأخذ منهم فائدة أيضا. فكثير من الناس لما يسمع بارتفاع سعر الفائدة فيما يخص الريبو يفكر أن هذه النسبة هي ما بين الجهات التمويلية والمقترضين، وهذه غير صحيحة، هي تعتبر ما بين البنك المركزي وبين البنوك التجارية. نعم البنوك التجارية هنا أيضا ترفع سعر الفائدة، بس ما ترفعها إلى 6%، لأنه هناك الجهات التمويلية إلى الآن لا زالت تعطي قروض عقارية بنسبة أقل من 2.99%، ولكن ما توصل إلى 6%. لما تقول إن الجهة التمويلية تعطي إلى 6%، معناته هنا لما أنا أخذ مليون أرجع 1,200,000 ريال تقريبا، فمستحيل ما تصير هذه نهائيا. في نفس الجهة التمويلية لما تقرض الأشخاص يكون هناك فيه نسبتين، في شيء اسمه فلات ريت اللي هو مبلغ أو كلفة أو الفائدة على نفس مبلغ التمويل، وفي شيء اسمه الـ APR معدل الربح السنوي. الـ APR نعم ممكن أنه يحصل إلى 6%، ولكن تكلفة التمويل مش بال 6%، مثلا خلينا نقول بال 3%، بال 4%. الـ APR يستخدم هنا أيضا في معرفة سحب الفائدة من القسط الشهري من العميل. يعني هناك في القسط الشهري خلينا نفترض أنه 5,000 ريال للعميل، فالـ APR هنا لما نعرف في 5,000 ريال هذه، أنا أعرف كم الجهة التمويلية تأخذ مني أرباح، من 5,000 قد تصل إلى 3,000 ريال فقط تعتبر من الربح، و2,000 ريال من أساس 5,000 ريال هذه تعتبر من أصل المبلغ. فلذلك جرى التنويه، لأن في لبس كثير ما بين نسبة الفائدة في حال ارتفاعها من البنك المركزي، فالأغلب يفكر أن هذه النسبة اللي تكون على المقترضين، فحبينا نطلع ونشرحها بشكل مختصر. وشكرا، شكرا جزيلا لمستشارنا التمويلي الأستاذ سهيل عسيري. يا حي الله مستمعين الكلام، مرة أخرى صراحة المهندس ثامر صدمني بمعلومة قوية أنا لا أعلمها وعرفتها من الرجل هذا، وأتوقع أنه نسبة كبيرة منكم ما تعرفها. هل تعلم أن جمعية اتحاد الملاك ليست فقط لمن يملكون شقق تمليك أو وحدات مشتركة، بل حتى المستأجرين يستطيعون أن ينشؤون جمعية اتحاد ملاك؟ كثير من أسئلتكم بنناقشها الآن، المواقف، المشاكل اللي بتصير، المهندس ثامر بيعطينا تفصيل على ذلك. مهندس ثامر، نبدأ بالمعلومة الأولى اللي قلتها لي، قلتها على هوا، نبغى تفصيل عليها ثم نشوف المشاكل اللي تواجه الناس وإيش حلولها القانونية.
طبعا مهندس احمد انت والمستمعين الكرام، في الموضوع هذا موضوع الملكيات المشتركه موضوع كبير جدا وله تفاصيل كثيره ولا يمكن تغطيتها في ساعه وساعتين، لكن من الاشياء المهمه جدا المستاجرين اليوم اذا كان عقود الاجار الذين او التي ابرموها مع مالك العقار تجاوزت او يعني اكثر من 5 سنوات فيحق لهم انشاء جمعيه ملاك للمستاجرين بحيث انه تدار هذه ويدار هذا العقار لهذا المستاجرين من خلال نظام اتحاد او نظام ملكيه الوحدات العقاريه وفرزها وادارتها. بس في سؤال مهم دائما احنا نساله، لماذا وضع هذا النظام؟ جميل. النظام هذا وضع لسببين اساسيين، الاول هو المحافظه على هذا العقار واطاله العمر الافتراضي له. الاستدامة. يعني اليوم أي مبنى له عمر افتراضي وله صحيح. عمر أساسي، فإحنا اليوم لما نحافظ على هذا العقار بعمليات الإدارة والصيانة وعمليات إدارة المرافق حتزيد عمره الافتراضي، وبالتالي نجد اليوم في مباني في البلد يعني تجدها كأنها انبنت أمس. ليش؟ لأنها يتم المحافظة عليها من خلال عمليات الإدارة والصيانة، سواء كانت هذه الصيانة في الأعمال الكهربائية الميكانيكية، أعمال النظافة، أعمال التشطيب، إصلاح الأضرار وقت حدوثها وعدم تركها حتى تتفاقم وتأثر على أشياء أخرى. فهذا كان هم الأسباب الرئيسية. إضافة لذلك احنا لما نحافظ على هذا العقار ونطيل من عمره الافتراضي فمعناته هذا اصبح قيمة مضافة على العقار، فبالتالي انه قيمة العقار هذا لن تنخفض مع مرور الزمن. جميل. هذه من الاشياء المهمة. بالنسبة للسؤال اللي ذكرته فيما يتعلق بالمواقف، كثير من الناس اللي او الاشخاص الذين يرغبون شراء وحدات عقاريه، ودائما احنا نركز على موضوع الشقق، وعلى فكره معلومه لك مهندس احمد والجميع المستمعين انه الملكيات المشتركه ليست حصرا على القطاع السكني. يعني اليوم ممكن يكون عندنا اتحاد ملاك صناعي، اتحاد ملاك تجاري، اتحاد ملاك اداري زراعي، يعني كلما كان النشاط هذا متخصص. لذلك عندنا موضوع آخر اللي هو موضوع يعني تصنيف أو يعني الفرز، عندنا الفردي والحجمي والطبقي، يعني في أشياء وأنواع كثيرة وتفاصيل في هذا الموضوع، لكن اللي يهم المستمعين الحقوق الأساسية له في يعني الملكيات المشتركة. يعني اليوم لما أناظر محضر الفرز، لما أناظر صك الملكية، إيش يهمني من معلومات أني أقرأها في هذا الصك أو في محضر الفرز؟ من الأشياء المهمة جدا اللي هو حقوقك في هذا العقار. في صك الملكية لديك يعني معلومتين أساسية لابد أنك تتأكد من وجودها وذكرها، وتتأكد من وجودها اللي هي إيش؟ النسبة والنصيب. النسبة في المناطق المشتركة، نسبة ملكيتك في المناطق المشتركة ونصيبك مشاعا في ملكية الأرض. يعني مثلا تجد أنك أنت شريت شقة مثلا ب1,000,000 ريال، تلاقي أن نصيبك في ملكية الأرض مشاعا 1.60 متر، تستغرب تقول 1.60 متر؟ لا، لأنه حسب على أن الملكية هذه مشاعة، أنت وجميع الملاك تملكون ملكية مشاعة. جميل. أضافة إلى ذلك في بعض الملاك يجي يقول أنا شريت والله شقة، ولكن أنا ليش أدفع رسوم؟ أنا ما سكنت فيها. الكثير يردد ذلك. نعم، رسوم الصيانة دائما عندما يتم دفعها لصيانة المناطق المشتركة وليس لصيانة الوحدة. صيانة الوحدة هي مسؤولية المالك صحيح. وليست مسؤولية جمعية الملاك، وهذه من الأشياء المهمة والأساسية. طيب نعكس السؤال، خلينا نقول جمعية اتحاد الملاك إذا أنشئت، مدير العقار هو الآن سينفذ بقوة القانون صحيح على الناس اللي ما تتجاوب مع ذلك. جميل. هذا السؤال يعني يعني كثير من الإخوان المستمعين اللي يعني يهمهم أن يعرف، طيب أنا ملتزم بسداد رسوم الصيانة، ولكن في شخص آخر غير ملتزم، إيش حتعملوا معه؟ اليوم نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها والجهة المختصة لتنفيذ هذا النظام من خلال الهيئة العامة للعقار، يعني أصبحت بعد اعتماد رسوم الصيانة بشكل يعني اللي هو رسمي ونظامي من خلال الهيئة العامة للعقار، تصدر سندات تنفيذية على رسوم الصيانة اللي تنفيذها من خلال الجهات القضائية. جميل. باشمهندس فاصل ونعود في شيء مهم جدا جدا
كمعلومة نقولها وهي ما صرح فيه ملاك بفرض 50 ريال على الشقق و100 على الفلل. هذا تصريح كان قبل حوالي 6 شهور. بعد الفاصل سنعود لنناقشه. عقار كود مع المهندس أحمد الفقيه. عدنا إليكم أحبتي الكرام لنقاط كثيرة نناقشها على عجالة إن شاء الله مع ضيفنا الكبير المهندس ثامر والخبير في أمور الملكيات المشتركة. باش مهندس، طبعا لما سألتك تحت الهواء قلت لي أنا ما عندي علم بهذا الأمر، كان في تصريح لا أعلم لمين في ملاك كان بيقول أنه ستفرض 50 ريال على الشقق و100 ريال على أعتقد الفلل بعد فترة، أعتقد أنه أعطيت فترة يعني فترة زمنية لذلك. سنرى ذلك مستقبلا لأنه حسب ما عرفت منك تطلع أنه ما عندك أي معلومات عنها، ولكن نبغى نعرف الفرص المتاحة في المجال للناس اللي تبغى تتوظف كشباب سعوديين. هل هناك فرص؟ إدارة المرافق خصوصا صندوق الاستثمارات العامة دخل على الخط بإنشاء شركة، ودي أنك تسلط الضوء ذا عشان تعرف الشباب البلد وبلد بلد انه في فرص كبيره ايضا في هذا المجال. تفضل باشمهندس. يعطيك العافيه مهندس احمد، واشكرك على هذا السؤال. بالنسبه للجزئيه الاولى انا ما عندي خبر فيها، لكن اللي اعرفه انه موجود على منصه ملاك، انه وضع برنامج ملاك نظام اساسي استرشادي للجمعيات الملاك التي ترغب في اعتماد نظام اساسي لها، وحددت فيه انه نسبه 3% من القيمه السوقيه للوحده العقاريه او قيمه شرائها ايهما اعلى، يعني انه يدفع اذا كانت قيمتها 300,000 ف3%، إذا كانت أعلى من كده أقل من كده ف7%، إنه ما يزيد عن هذه النسبة من القيمة السوقية أو القيمة الشرائية أيهما أعلى. طبعا وهذه تحدد بقرار من مدير العقار وفيما يتعلق بالرسوم. فيما يتعلق بالفرص الوظيفية أو الفرص في هذا القطاع، سواء في مجال إدارة المرافق أو في مجال تشغيل الصيانة أو في مجال للمدراء العقارات، القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية بفضل قيادتنا الرشيدة يتجه إلى اتجاه تطويري، وهنا اليوم إحنا القطاع هذا أصبح متخصص. جميل. أصبح التأهيل فيه عالي. صحيح. الهيئة العامة للعقار من خلال الذراع الأكاديمي المعهد العقاري يؤهل الشباب السعودي لتمكينهم من الدخول هذا القطاع وتوفير فرص وظيفية. يعني من الأشياء المهمة جدا أنه مدير العقار يحدد أجره، يحدد أتعابه اللي سيتقاضاها. مدير العقار قد يكون شخص وقد يكون شركة تقوم بإدارة جمعية الملاك. اليوم في فرص عظيمة في هذا القطاع، ولكن قطاع متخصص يتأهل الشباب السعودي ويتأهل المنشآت لإدارة مثل هذه الجمعيات. اليوم عدد جمعيات الملاك يعني أكثر من، يعني هناك جمعيات فعالة وجمعيات تحت التأسيس، لأنه ارتباط هذه الجمعيات يعني يجهز من خلال خطوة سابقة واللي هي فرز الوحدات العقارية. عندما تفرز الوحدات العقارية يكون هناك اتحاد ملاك في وضع خامل. كم عدد اتحاد الملاك الآن؟ جمعيات اتحاد الملاك حاليا كم وصل في المملكة؟ والله المتوقع انه فوق ال 20,000 او 30,000 جمعية اتحاد ملاك فعالة. يعني جميل. وفي جمعيات اتحاد ملاك غير فعالة، يعني عدد الملاك لم يصل للعدد الإلزامي اللي هو 3 ملاك فأكثر. جميل. بالنسبة للمرافق، إدارة المرافق لا شك إنه أول خلينا نعرفها للناس يمكن ما يعرف إيش معنى تعريف مرافق. إدارة المرافق ليست فقط تقتصر على عمليات التشغيل والصيانة. إدارة المرافق يعني اليوم في عندنا اتحادات ملاك تشمل يعني بعض الأوتيلتيز أو العناصر الموجودة في هذا الاتحاد، عبارة عن محطات، عبارة عن كثير من الأعمال، يعني صيانات الواجهات، نظافة الواجهات، إضافة إلى بعض الاتحادات موجود فيها الأندية، الملاعب، الخدمات الأمنية، التحصيل، عمليات، أشياء كثيرة. طيب، طيب هل هناك فرص؟ يعني خلينا هنا بلبس قبعة المستثمر السعودي. نعم. احنا نعرف انه شركات اداره المرافق قليله اللي هي للصيانه وخلافه،
بالذات للأمور العقارية. هل هناك فرص؟ لأنه اليوم دخول صندوق الاستثمارات العامة هذه إشارة قوية جدا أن هذا السوق ضخم جدا، بحسب ما عرفت أن حجم السوق 195 مليار ريال سنويا. السؤال، هل هناك ترى فرص يا باشمهندس بحكم أنك أنت موجود في هذا المجال للشباب السعودي في تكوين شركات أو منشآت تتخصص في هذا الأمر؟ بلا شك، يعني أنا يعني زي ما قلت لك اليوم السوق متخصص، ولكن السوق يبحث عن المؤهلين واللي يعني أخذوا الخلفية يعني العلمية والفنية والمهنية والقابلة للتطبيق في هذا القطاع. فالهيئة العامة للعقار يعني من خلال الذراع الأكاديمي المعهد العقاري قامت بإعداد الدورات والبرامج التأهيلية لتأهيل هذا الشباب للدخول إلى هذا القطاع، بحيث أنه يكون مدير العقار اليوم شخص مؤهل، يعرف من أين يبدأ، يعرف كيف سيدير هذا العمل. برنامج ملاك والعاملين فيه مشكورين، يوجهون كل الدعم والمساعدة وحتى المشورة لهذه الجمعيات. من الأشياء المهمة جدا أنه اليوم حتى نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، يعني إذا رغبت جمعية الملاك في أن يكون أحد أعضاء الهيئة العامة العقار حاضرا في اجتماعاتها، الجمعيات العمومية يتم دعوتهم ويحضروا لهذه الأونلاين وليس حضوري، سواء كانت حضورية أو كانت أونلاين. يعني اليوم في دعم من يعني الهيئة العامة العقار من خلال برنامج ملاك، يعني كل المساعدة والدعم. هنا أنا خليني أسألك سؤال من نبض الشارع، من الناس اللي قاعدة تقول إيش بالبلدي كذا أعطيك، هي في قوانين، في ملاك، في كلام، في كثير، لكن على أرض الواقع وين أتوجه؟ طيب أنا أنشأت جمعية اتحاد الملاك وصار عندي مدير اتحاد الملاك، هل فعلا مدير اتحاد الملاك حاليا، مدير العقار حاليا يستطيع فعليا أنه يوقف يرفع لمحكمة التنفيذ أنه فلان بالسند التنفيذي اللي عنده أنه عليه مبلغ للمصعد ما دفعه ويأخذ إجراءاته النظامية، ولا الأمر لازال عبرا على ورق؟ سؤال يعني مهم جدا، ولكن قبل الإجابة عليه لازم نعرف شيء واحد، أنه حتى الهيئة العامة للعقار من خلال برنامج ملاك تعتمد السند التنفيذي تمر بإجراءات طويلة، وليس الموضوع يعني بهالبساطة وبهالسهولة، لأن في الأول والأخير هذه حقوق والتزامات. ففي البداية أولا لابد أن تكون جميع الإجراءات يعني اللي يقوم فيها جمعية الملاك أو مدير العقار أنها تكون وفقا للنظام أو بإطلاع مباشر ومتابعة مباشرة من برنامج ملاك من الهيئة العامة للعقار. وبعد أن يتم التصويت على هذه الرسوم من جميع الملاك والنسبة المحددة نظاما لاعتمادها، وبعد أن تعتمد وترفع للهيئة العامة العقار ويتم اعتمادها، يتم الموافقة على إصدار السند التنفيذي الذي سيتم تقديمه في حالة التعثر إلى محكمة التنفيذ. وبالتالي يعني اليوم السند التنفيذي لم يطلع في دقيقة أو في لحظة أو بهالبساطة، لا، هذه حقوق والتزامات. فالهيئة العامة العقار تبذل يعني جهدها في أنه كل العمليات هذنا تتم وفقا للإجراءات المتبعة نظام. جميل جدا. طيب حقيقة يعني النقطة المهمة، معناته أنا أفهم من كلامك باشمهندس أنه السند التنفيذي محوكم ما يمر بأي إجراءات، لكن أنا نعود مرة أخرى لنفس السؤال، هل الآن على أرض الواقع هذا الأمر منفذ؟ يعني في جمعيات فعلا أخذت سوت رسوم وصوتت وأخذت الإجراءات كاملة وبدأت في حوكمة المنتسبين أو الملاك في هذا، أم لا زال الأمر في طور التجربة لم يأخذ بشكل فعلي في السوق؟ يعني السؤال يعني يحتاج إلى أنه الإجابة تكون فيه واضحة. زي ما أنه هناك سندات تنفيذية تمر بها عقود الإيجار لمنصة إيجار، نفس الشيء نفس الطريقة أنه للجمعيات الملاك. فبالتالي متى ما اعتمدت هذه الرسوم وسندات التنفيذ من الهيئة العامة للعقار تستطيع رفعها مباشرة إلى محكمة التنفيذ. طبعا نعم، والإشكالية في شيء واحد، إنه اليوم فهم يعني الشخص المالك وفهم أيضا مدير العقار لمهامه وواجباته وأنه ينفذها وفق الإجراءات، فما في شيء يمنع إنه إنك أنت تصدرها حسب النظام. طيب كرجل خبير أنا أختم الحلقة والسؤال واللقاء هذا بسؤال مهم جدا، ما هي رؤيتك لي
هذا القطاع تحديدا المركزين عليه الملكيات المشتركة والتملك المشترك بكل أشكاله من هنا إلى عام الرؤية، تتكلم إلى 7 سنوات قادمة، إيش تتوقع يصير في السوق؟ قوانين أكثر، فعالية أكثر، تنظيم أكثر، إيش بالضبط تتوقع باشمهندس بحكم أنك موجود في السوق وأحد الناس المهمين لديهم خبرة في ذلك؟ أنا لن أجامل ولن يعني أقول لك شيء ما هو ممارس على أرض الواقع وما تم معي أنا شخصيا. يعني في بعض الأشياء عانيت فيها، لكن اليوم أي يعني بين كل فترة وفترة برنامج ملاك بيعمل اجتماع لمدراء العقار. جميل. ويأخذ مشاكلهم ويأخذ توجيهاتها، يعني إيش المشاكل اللي واجهوها في إدارة الجمعيات من الأشياء اللي أنا واجهتها. يعني على سبيل المثال في السابق ما كان أحد يعرف إيش معنى مدير العقار، اليوم أستطيع حضور جلسات في المحاكم، أستطيع أن أذهب إلى أي جهة حكومية. جميل. بشهادة تسجيل ويتم قبول طلبي بأني أنا أكون ممثل نظامي. يعني على سبيل المثال من الأشياء اللي أنا يعني عانيت أني أسويها، يعني اليوم مدير العقار كيف حيصدر صندوق بريدة وعنوان وطني، لابد من وجود رقم 700، كيف تصدر رقم 700؟ هذه من الأشياء البسيطة. يعني بعد أن كان المشوار يأخذ مني يعني 3 أسابيع أصبحت أنا في يوم واحد. جميل. من الأشياء المهمة فتح الحساب البنكي، كانت إشكالية كبيرة أن يكون عندك فتح حساب بنكي، اليوم تفتح حساب بنكي وتعتمده وتضعه في المنصة الخاصة بالجمعية. جميل. في جميل. أشياء اليوم نقل عدادات الكهرباء وعدادات المياه باسم الجمعية. جميل. في ثانية. جميل. اليوم الربط يعني وكل هذه الأشياء متاحة في المنصة في البلاتفورم. اليوم أنت كمالك تستطيع الدخول على المنصة ومتابعة والاطلاع على كل ما يحدث على الجمعية اللي أنت تملك فيها بشكل مباشر، تطلع على الصفحة اللي أنا أشتغل عليها في النظام. جميل. المعلومات أصبحت متاحة للجميع بشفافية عالية. أبدا. جميل يا باشمهندس، الله يعطيك العافية. أنا أختم بمعلومة مهمة تهم المستمعين، هذا القطاع إخوان من القطاعات المولدة للوظائف، سمعتم قبل شوي الباشمهندس وهو يتكلم أن عندنا 20,000 جمعية اتحاد ملاك، أكثر من 20 جمعية ملاك. هل تعلمون أن كل جمعية تحتاج مدير عقار بقوة النظام؟ طبعا معناته أنه عندنا أكثر من 20,000 وظيفة فقط في هذه الجزئية. القادم أجمل بحول الله مع رؤيتنا المباركة، سنصل بإذن الله مع قيادتنا الرشيدة إلى عام الرؤية ونحن أفضل في هذا القطاع. الشكر الجزيل للخبير المهندس ثامر، وأشكر مستشارنا القانوني اللي ترك المجال حقيقة لضيفنا الكريم لإعطاء مزيد من المعلومات. ألقاكم بإذن الله على رأس الأسبوع القادم يوم الثلاثاء من كل أسبوع. دمتم بكل الحب.